أجى أمر هدم في بيت ابن أخي، وما فيش مجال يعني، ما ظلش وقت، إذا ما بده يهد البيت بده يدفع 250,000 شيكل، فهو يعني ما لحقش يبني البيت حتى يدفع 250,000 شيكل غرامة، فقال لك أنا بهد وبريح نفسي، هذا اللي صار يعني، فجاب الباقر. وكما ترون هذا الواقع اللي احنا بنعيشه، بدال يعني بلدية القدس ما تيجي تسوي شارع وتزفت شارع وتخلي الناس تعيش بسعادة، هذا هو الظلم بعينه، هذا هو الظلم بعينه. التفرقة العنصرية هذه موجودة في دمهم.